تؤدي قسم اليمين في البرلمان؟ نحن لا نؤدي قسم اليمين في البرلمان، فنجب إلا أن نطمئن على وضع كرخ قدر الإمكان. هل عندكم مشاكل على الأراضي في الكركوك حسب كتابة؟ هناك مشاكل بين الفروع، كيف تحلون هذا الموضوع؟ أولا إحنا شكلنا لجنة وباتفاق مع الأحزاب من كل المكونات يجب أن تكون خلال 15 يوم تعطي توصياتها بالحل القانوني لهذه. هناك نقاط جملتية بين أرضية الكركوك والسليمانية الكركوك، ولماذا ترفع النقاط الجمركية؟ مسألة اتحادية ليس للمحافظة دخل فيها، فكانت المناطق شمال الصفرة لا تجمرك في الموصل وتكريت وكركوك. الحكومة ارتأت أن تنقل هذه النقاط بحيث كل البضائع داخل الأراضي تجمرك، وهذا قرار مركزي ليس للمحافظة دخل فيه. المحافظة اللي بعدها كردي ولا عربي؟ كيف الصحافة؟ لا كيف؟ من يعني مكانك؟ أولا نحن لا نعلم، هذا يعتمد على التوافقات، يعتمد على التوافقات، ولهذا اليوم دعانا إلى الحوار. كلمة ثانية للضيفة. كلمتنا اليوم دعوتنا إلى حوار المكونات لحل المشاكل، الاستقواء أو العمل الغير قانوني لم يجدي نفع وصنع لنا مشاكل كبيرة. اليوم طريقنا هو الحوار، يجب أن تجلس مكونات كركوك وفي فضائها الوطني أيضا، لأنه كثير من الحلول هي وطنية، وتتفق على رؤية موحدة تحفظ حقوق الجميع دون استثناء. بس ما شفت لك هذا اليوم السبب، هل دعيت مما أجو ما دعيت؟ لا، هو أعتقد أنه المهرجان لم يدعو الجانب الكردي، لأنه في الحقيقة كما تعلم التجمع الجمهوري معظم أعضاء مجلس محافظة كركوك هم من التجمع الجمهوري، فالتجمع أراد أن وسط هذه التصريحات المتضاربة أن يعطي رسالة، وهي رسالة الحوار والتعايش، ويدعو الجميع إلى الحوار بدل أن يجمعهم في مؤتمر. شكرا لك.